رجل في علم الذات نما وعلى كل مشكلات وصعاب النفس على من نقطة الصفر انطلق، وفي طريق الجد والكفاح لم يبخل بالعرق، له مع كل عقل حكاية ولكل فكر عنده خبرة ودراية، متأمل في الذات العلوية وباحث في أسرار النفس الإنسانية. إنه الدكتور إبراهيم الفقي. كيف كانت بداية رحلتك مع الحياة من مرحلة النشأة والطفولة؟ النشأة بسيطة جدا جدا، أنا من عيلة بسيطة جدا، والدي الله يرحمه لا كان يعرف يقرأ ولا يكتب، والدتي كمان، لكن ربنا باللي يقدروا يربونا به، والدي الله يرحمه كانش متعلم، كان عايزنا نكون أحسن ناس، فعلمنا اللي يقدر عليه، وبعدين طلع شوية شوية، أنا اللي بقول للناس باستمرار لازم تكون فخور بعيلتك، يعني ودي ما كانش يعرف يروي، كان فرش عشان خاطر بايض حيطة عشان يربينا، فأنا فخور بيه الله يرحمه، وبعدين ربنا أحسن تربية، وبعدين بقى كويس ووصلنا لغاية ما وصلنا اللي احنا وصلنا. فالنشأة كانت بسيطة جدا، بسيطة في عيلة بسيطة، انت عارف انا من اسكندرية، واهل اسكندرية الحقيقيين يا اما من كرموز يا اما من بحري، فاحنا اساسنا اساس من بحري. والباقيين ايه، صعيدة؟ الباقيين بقى خواجات بقى، عارف ازاي، اللي هو رشدي وبتاع والحتة الحلوة دي وبتاع، لكن اساسه هتبص تلاقي زي ما اقول مثلا اساس القهريين بيكونوا منين، اساس الصعيد بيكونوا منين، وبعدين في حاجات جدت واللي هي اللي بنسميها مودرن لايف. فانا بدات هناك من صغري، كنت احب باستمرار المتميزين، احب اكون حواليهم اتعلم منهم، شو متميز ليه، واستمرار كنت اسال المتميز ده بيعمل ايه. يعني لما كنت عايز اكون العب بينج بونج، وبصيت لقيت ابطال مصر كان معايا صلاح عمران، دلوقتي دكتور صلاح عمران موجود في المانيا، عايش بقاله فتره ما شاء الله، عامل ضجه كبيره، فكان معايا في المدرسه في ابتدائي كان بطل مصر في تنس الطاوله، كنت اقول بطل مصر معاد جنبي وبياكل زينا، ويعني بيروح التواليت زينا وكل حاجه زينا، بطل ازاي. فبدات اتابعه، كنت بتابع التميز، كنت بتسال على المتميزين ازاي كانوا متميزين، لان عارف الشخص المتميز بيعمل ايه، احسن مني في ايه، ما عنده، احنا كلنا متحدين في اربع حاجات، متحدين في الحواس، ولو حد عنده حس اقل ربنا سبحانه وتعالى بيشيلها منه، بيجي له واحده ثانيه عوضها، طه حسين، خالد حسان عدى المنش برجل واحده، مصطفى خليل عدى المنش برجل الاثنين، رايح جاي اربع مرات، يعني اكنه بيتفسح في حوض سباحه. انا بقول له يعني برنامج انا عملته، انت يعني انت ضارب الروح بيعملها مره ويحرم، قال لي لا، يعني هو اصرار وان شاء الله عاملها ثاني، عنده 54 سنه وعايز يعملها ثاني، بالعكس عكس الطيار. فانا عايز اعرف دول اتعلم ازاي زيهم، فكنت عايز اكون بطل مصر. فلقيت صلاح عمران بيدرس ازاي، كان يعني كان من عيله بسيطه جدا جدا، كان بيذاكر شريف على لمبه في الشارع، وكان بيجيب فوق 90%، دلوقتي 90% مرة تراتها، وقتنا احنا جبت 90% كان يعني عجيب، يعني ده لازم كله ديل ولا ودانه كبيره ولا بتاع، 90% ده عجيب قوي ده. فكان بيجيبها كل يوم الثاني، وانا كنت قاعد جنبه، وبعدين بدات اتابعه بيعمل ايه الراجل ده في حياته، لقيته بيصلي، متزن جدا في حياته، مؤدب جدا، بيصرف على اخواته، كل سنه بيعيش بالتفوق ويدخله المدارس ببلاش، وبعدين كان بيتمرن كل يوم بعد كل ده من 4 لـ6 ساعات. فانا قلت انا كمان عايز اكون كده، فاعملها ازاي، مش شرط اكون زيه بالتفصيل، لكن انا اسلوبي في الحياه ممكن اكون زيه ازاي، وشويه شويه لغايه ما بقيت بطل مصر. وكانت الرحله حتى في البينج بونج كانت صعبه جدا، لان عشان تبقى بطل مصر في 2000 لاعب وانت ما تعرفش حاجه خالص، حتى ما تعرفش يعني كوره ولا مضرب، طول حبه بطل مصر. انا فاكر رحت للنوادي اسكندريه نادي نادي، اقول له انا عايز العب بينج بونج، يقول لي طيب يعني ليه، قلت له هكون بطل مصر، ونمشي يلا، قلت له حاضر روح نادي لغايه ما قابلت الحديدي الله يمسيه بالخير او يرحمه، الواد كان عيان قوي، كنا صغيرين، رحت له لابس جزمه كاوتش وشورت كده وبتاع، قلت له كابتن حديدي، قال نعم، قلت له هكون بطل مصر، قال امشي يلا، قلت له حاضر. جيت له ثاني يوم قلت له صباح الخير، انت مش كنت هنا امبارح، قلت له هاجي لك بكره، قال لي في حكايتي، قلت له هكون بطل مصر، قال لي سيب دي على جنب، مستعد تدفع الثمن، قلت له مستعد، قال لي طبعا حاجتك، قلت له انا موافق، قال لي هتتدرب كل يوم 6 ساعات مش هتنزل ولا بطوله غير لما اقول لك، فقلت له انا موافق. وبعدين بدا يرد، عارف التراك بتاع ناس بوند اللي هو بتاع الحصانه ده، يجرهوا لي على رجلي اليمين ويضربوا على رجلي الشمال، وجرهوا لي بالسيف وبالعكس، وقلت اكيد انا في مستشفى الامراض العقليه بحالها، الراجل ده مش طبيعي، وما شفتش حاجه بعد ما عمل فيزيكال فيتنس غير طبيعي، دخلني الصاله بيحكي لي على البينج بونج، انا عاوز مضرب، عايز العب، تحكي لي مش تحكي لي على الاكل عشان نشرح نظري نشرح، عايز العب. وبعدين في الاخر راح مديني مضرب صغير كده بارنا اللي هي خشب، والكره اكبر منه، انا قلت انا فعلا الراجل ده اكيد، انا دلوقتي اتاكدت انه ضارب. وبعدين يعلم لي الترابيزه 6 اقسام كله بالفور هاند باليمين، وبعدين بالعكس، وبعدين في الاخر قال له احنا هنبدا نضرب،
وهقول لك انا عملت ايه. راح مديني مضرب كبير وحاطط لي من هنا 5 كيلو ومن هنا 5 كيلو وفي رجلي 5 كيلو وبقيت تقيل وشويه شويه راح فكيك لي كل ده. وبعد 9 اشهر دلوقتي هحكي لك وهنزل اول بطوله. في الاول كان لازم يكون عندك فيزيكال فيتنس قوي جدا وشوف هتصر ولا لا وهتستحمل ولا لا. وبعدين يكون عندك منتال فيتنس يكون قوي جدا وهشوف هتستحمل ولا لا. وبعدين يكون عندك علم ومعلومات. وبعدين اديت لك حاجه عشان تقوي تركيزك وعلمتك دي. وبعدين لما كنت بقيت جاهز حطيت لك وزن اتقل من وزنك فوصلت لمرحله تعودت عليه فادراكك اتغير وخليك تلعب. وده احنا بنجهز الابطال كده. صحيح. بس ليه اخترت البينج بونج وما اخترتش الكوره كالعادة؟ كل الشباب بتروح للكورة. أنا كنت بلعب كورة وأنا صغير وكسروني وحرمت. يعني شوية يعني عارف ربنا سبحانه وتعالى بيجهزنا شريف وسبحان الله. وبعدين كملت مع الحديدي ونزلت بطولتين. كان فاضل آخر بطولتين في السيزون. عارف البينج بونج زي التنس. ففيها بطولات كتير. بطولة التنس المفتوحة. فكان في بطولة الشباب المسلم مفتوحة وبطولة. فنزلت بطولة الترام المفتوحة وكسبتها. كان ياسر قاسم وقتها كان بطل مصر وكان طلع الفاينل وكسبته. بعد كنت خايف في الأول وبعدين كسبته. بعد كده احسب بقى كسبت كل ال 13 بطوله في السنه. وبعدين سافرت بطوله العالم. كل ده من نفس الواد المجنون اللي هو مش هينفع. عارف لما حد يقول لك اهو لو فلحت يا ما شفت انا من ده. فعشان كده بقول للناس باستمرار لو عندك حلم عمرك ما تسيبه اطلاقا لان فعلا الاحلام بتتحقق. بس لو عندك حلم انا تعرف انا عملت حوالي اكتر من 2000 قول 1800 تقريبا. واحده منهم ما كان يسير في دمي وعروقي ويعيش في قلبي ووجداني يجب ان يخرج للحياه. لو عندك حلم عمرك ما تسيبه اطلاقا. هتسمع ناس تغلس عليك للصبح. ناس هتنقذك للصبح طول الوقت. لو هتبص عليهم راحت منك الرؤية. هتلاقي نفسك اتفسحت. يعني ركز على اللي انت عاوزه. حط في ايدك. ربنا سبحانه وتعالى قال لك ايه؟ ان الله لا يضيع اجر من احسن عمله. قال لك وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسولكم والمؤمنون. ففي الحالات دي لما توصل بهذه الروعة فالنشأة بدأت بهذه الطريقة. وكان نفسي اخش معهد الفنادق. جميل جدا. النشأة بدأت بهذه الطريقة وحضرتك دخلت على طول على الرياضة. كنت طفل متميز في الدراسة في المدرسة؟ كلمة متميز في الدراسة حولك حاجة عجيبة قوي. كنت متميز في الحاجة اللي ممكن تفيدني في المستقبل سبحان الله. كنت بتختار يعني كنت شاطر مثلا. كنت شاطر جدا في الانجليزي. اي حاجة فيها لغات اي حاجة ممكن استفيد منها فعلا. كنت شاطر جدا فيها. في الرسم عشان تديني الجزء التخيلي والجزء اللي بتبقى مع نفسك. في الحاجات الثانيه كنت بنجح فيها. يعني كنت بنجح بدرجه الشعب عشان كنت بطل مصر. كانوا بيديني 12% غير 7% بتوع النظافه. لكن لما جيت سافرت بره وخدت الدكتوراه بتاعتي خدت 99.9% فيها. حاجه انا بحبها. دكتور ازاي كانت المدرسة بتشوفها بالمقارنة بالنهاردة؟ ازاي كانت علاقة الطالب بالاستاذ بالمقارنة باللي بنسمع عنه وبنشوفه النهاردة؟ المدرسين بيضربوا التلامزة والتلامزة بتضرب المدرسين وبيولعوا لهم في العربيات. ازاي كانت العلاقة وازاي تقدر توصفها لنا؟ انت عارف يا شريف بالنسبة لنا كان العلم يعني ولا زال. بس في طبعا في حالات ما اقدرش اعمم اقول الكل. لكن هبص تلاقي بالنسبة لنا احنا ويمكن تشوف احترام المدرس كان عالي جدا جدا. ما تقدرش تتعدى وتضرب مدرس ولا حتى تتكلم معاه ولا حتى تبص في عينيه لان هو ما كانش بيدي لك الفرصة ان انت توصل للمرحلة دي. لو انا ادي نفسي الفرصة حتى في شركاتي دلوقتي لو ادي نفسي فرصة وابدا اهز عالم او يكون مثلا مهما كان رائع وهادي في علمه هيفوت. وبعدين في الوقت المناسب لا. لو رحت بقى الموظف بسيط وقعدت تهزق فيه هيجي يوم يقول لك النهارده هو اليوم ومش هسيبه بقى. فلازم تعرف ازاي اخلاقك. فلما يكون الانسان هو يهزق من كرامه نفسه ويبدا يخش في الناس شمال ويشتم فيهم بيدي فرصه للشخص في يوم من الايام يقول لك كفايه بقى انا مش عيل انا كفايه. لان في بتعدي من سن التمثيل الاجتماعي الاستقلال. فلما انت مدرس ما انتش فاهم. ففي فرق كبير. الغلطه غلطه مدرس في الاساس. طبعا لازم نشوف مين اللي فاهم ومين اللي بيفهم. يبقى معنى كده تقولي بس العيال في البيت. انا ممكن في الجامعه انا كنت بدرس في جامعه كونكورديا بره. انا يعني مش عايز اقول انا او غيري. لكن احنا تفتكر انت يكون عندك مدرس مثلا وكان رائع وتبقى مستني حصته فارغ الصبر. هو ما زلت لحد النهارده فاكر وما زلت لحد النهارده. وفي واحد تاني تبقى مش طايق وتنام يا اما تخرج معظم. شفت حقيقة انت جاوبت على السؤال. فتبص تلاقي ساعات لما المدرس يكون لطيف جدا وحافظ مادته وعارفها وحاببها وقدمها لك باسلوب جميل مش قادر تستنى. الوقت بيعدي بسرعه. حد تاني يقعد يعقدك في حياتك ويهزق فيك ويشتمك كلام فارغ وتوصل في المحرر يقول لك بلاش تمشي. ولو شتمك قدام الناس فبيحطك في موقف الدفاع عن النفس. ففي ناس بتدافع عن نفسها انها بتسكت وفي ناس بتهجم. لان احنا لما تطلع كميه كبيره من الادرينالين اللي هي عارف فوق كليتين كده مضختين بيضخوا في عضلاتك وتحطيني في مرحله تاهب يا اما هاجم يا اما ههرب هخش جوايا وامشي
واجيش تاني المحاضره بتاعتك دي. يا اما حصل مرحله تاهب قدام الناس احركتني فانا هرد عليك وزي ما يحصل يحصل. فتبص تلاقي لو انا حطيت نفسي الموقف ده, عشان كده بقول حتى المدرس لازم يكون عنده فكره عن الشخصيات, قوه التحكم في الذات وفن الاتصال. لما يعرف التلاته دول يعرف ان هو بيقدم لنا جيل. تفتكر مدرسينا النهارده عندهم القدره على يعيدوا تاني التعليم او يعيدوا تاني ان هم يتكيفوا مع وضع حالي جديد وتنميه مهاراتهم وقدراتهم؟ هو لو اتكلمنا عندهم اكيد عندهم, كل ما في الامر ان تركيزهم في الحياه دلوقتي واهتماماتهم في الدنيا بتفرق. لو حد يقول لي ممكن تبقى زي بتاع السير كده, هل تهمك؟ هل تهمك؟ ولو تهمك يبقى الباقي. لو تدي الانسان اسباب كافيه هتهمه يكون افضل ويتقدم في حياته, ليه لا يعني؟ حسب تقدمها له ازاي. بس لما تيجي تقول له لازم تعمل كذا علشان, يقول لك لا طبعا يعني لا اتعلمت وانا بطيخه يعني ولا ما انا كويس اهو. ده هم ده كلام فارغ اللي بيقولوه. لكن لما تيجي تقدمها له لو في حاجه ممكن تستفيد منها وتخليك انت تقدر تتحكم في اعصابك اكتر وتكون اهدى, فما تروحش البيت متعفرط وانا متعفرط, وتفهم عن ايه الشخصيات, يعني نظام تمثيلي. يمكن انت بصري واللي قاعد قدامك سمعي, فبتوصل له المعلومات بطريقه بصريه فمش فاهمك. وبعدين لقى نفسك عارف مش فاهم, بتوصل له معلومات. طب دكتور حضرتك, عفوا حضرتك, تفتكر ان حضرتك راجع اللي حصل ده راجع لايه؟ فقدنا القيمه؟ يعني اهلنا فاقدين القيمه مش عارفين يوصلوها لنا, بالتالي الاطفال بقوا فاقدين القيمه مش عارفين يحترموا اساتذتهم, مش عارفين يحترموا رؤسائهم, مش عارفين يحترموا اساتذتهم في الجامعه, قيادتهم الى اخره. دي قيمه مفقوده؟ هي اصل كلمه قيمه كلمه كبيره قوي, لان القيمه هي السبب, هي جذور الاعتقاد, والاعتقاد هو جذور الفهم, وبعدين وجهات النظر والمبادئ. فالقيمه نفسها بتعرفنا الفرق بين الحلال والحرام والصح والغلط. لما ترجع للادراك اكتر فتبص تلاقي الادراك في البيت, هل فهمه لوجود اطفال يعلموهم ايه في الحياه, ساعتها تطلع كلمه القيمه. فلعمتهم القيم الروحانيه والاحترام واخلاق الرسول عليه الصلاه والسلام والرسل وانبياء واصحابه واولياء الصالحين, هتبص تلاقي ان الشخص اصبح فاهم يعني ايه علاقه, اصبح فاهم يعني ايه صداقه, اصبح فاهم هو ايه المطلوب منه في الحياه, اصبح فاهم انه عاوز ينجح ويكون سعيد في حياته, اصبح فاهم. طالما فاهم جيب عنده ادراك, وادراك يجي معنا. يبقى احنا بنديله هذا المعنى في البيت, والمدرس بنديله هذا المعنى في هذه الرساله الساميه اللي في ايديك. انت بتطلع جيل, مش مجرد رايح متضايق عشان حولوك هناك وتشتغل اي شغلانه وتلاقي نفسك قدام هيجنوك, لان عندك شخصيات مختلفه وشباب وطالع وعنده طاقه عاليه. فلما انت مش عارف بلاش تطلع, لان اعصابك هتبوظ وهتبوظ اعصابهم, وفي الاخر لا انت استفدت ولو ما استفادوا هتكرههم في الاخر. بس للاسف احنا ما بنعملش كده, لا ده حصل في بيتنا ولا ده حصل مع المدرسين. فيش سكه, عارف هي اصداء يعني ما اقدرش اعمم, لان في بعض البيوت كويسه جدا, في بعض المدرسين برضه ممتازين جدا. احنا عملنا حاجه دلوقتي اسمها المدرس المحترف المعتمد. عارف انا بعمل حاجات في التنميه البشريه اسمها المدرب المحترف المعتمد. فالمدرب المدرب يبقى فعلا يطلع يتعلم اساليب التدريب الحديثه, وبعدين قدراتها, وزي يوصل الناس للمعلومات, وزي يحصل فهم بينه وبين الشخص الاخر مبنيه على قيمه مشتركه. بيطلع المدرس تعرفوا يعني ايه الشخصيات, يعني ايه النظم التمثيليه, يعني ايه اتجاهات العقل, يعني ايه الاحاسيس وعواطفها, يعني امتى العقل العاطفي يشتعل, يعني ايه عقل تحليلي يشتعل, ازاي الطلبه نعلمهم باساليب القراءه السريعه والتصويريه, ان ازاي يتحكم في اعصابه وقت الامتحانات فما يخش امتحان خايف, لان دي ممكن تخليه يخش مش فاكر حاجه, يخش بالعقل الخطا صحيح. يخش بالعقل العاطفي, فبنعلمه يعني ايه الاثنين دول. فالمدرس يبقى فاهم كل الحاجات دي كلها, عارف قيمته العلميه عاليه لدرجه, فمش هينزل ويتعصب لانه عالي في العلم, اصبح كويس. مظبوط. في تعاون بين حضرتك وبين وزاره التعليم العالي؟ والله عارف يا شريف في, ولا حضرتك بتفضل ان حضرتك تتعامل بشكل منفصل بشكل خاص بعيد عن التعاون؟ الاثنين الاثنين ان شاء الله. فانا عندي مثلا عندنا اكاديميه الدلتا اللي موجوده في المنصوره, عملنا بروتوكول وماضيناه بان احنا بنعمل بكالوريوس ماجستير ودكتوراه في التنميه البشريه. اصبح مثلا تبص تلاقي الدكتور ممكن يكون دكتور ممتاز بس ما عرفش يتحكم في اعصابه, لو قلت له اي حاجه ممكن يتعصب او مش عارف يفكر, او جاله تليفون ولخبطه, او تركيزه اتلخبط, او محتاج فلوس. فتبص تلاقي في التنميه البشريه اللي هي التنميه الروحانيه النفسيه البشريه, فبتخلي الشخص يبقى متزن مهما يحصل, بيعرف ازاي ينفصل وامتى يتصل وامتى ينفصل, ودي حدوته كبيره حكايه الانفصال والاتصال, فبيتعلمها. فتبص تلاقي الشخص متزن سواء مهندس او دكتور او محاسب او محامي, بيكون متزن. فالتنميه البشريه بتلعب الدور ده. وغير كده هيكون في تخصصات في التنميه البشريه مباشره, وان شاء الله احنا عملنا البروتوكول والاكاديميه دلوقتي اصبحت جامعه, وزير التعليم العالي يعني ما شاء الله يعني ست وافق على الموضوع ده وماشيين فيه, وهتبص تلاقي في حاجات جميله وهتتعمم شويه شويه ان شاء الله. يقول لي ولا تقول نعم يا فندم, هات كوبايه ميه. حاضر يا فندم. مش مهم بتبدا فين, الامور هتنهي فين. كنت افضل واحد يغسل صحون في كندا, احنا عايشين في مجتمع سخن. لما تبقى عارف نفسك تبقى افضل مع نفسك, ولما تعرف الاخرين بتبقى افضل معاهم.
اختار 3 مواد بتطالب ان هم يدرسوا للطلبه او الاطفال في المدارس، ايه هم؟ كويس انك مطلع على الحته دي. انت عارف هقول لك حاجه، لو انت مثلا ما عندكش قوه تحكم في ذاتك وفقدت اعصابك، مش ممكن تخسر فرص؟ مش ممكن تخسر فرص؟ يبقى بتفتكر مش موافق عليا ان قوه التحكم في الذات مهمه جدا؟ الواحد يعرف ازاي يتحكم في اعصابه؟ احنا تعودنا معظمنا، احنا عايشين في مجتمع سخن، كل حاجه بتتحرك، كل حاجه فيه عارف دوشه، تفتح تلفزيون يخبط حد يزعق ما تفرقش معاه، فتبص تلاقي المرحله بتفقد اعصابك. فلما تفقد اعصابك ممكن تفقد اصدقاء، ممكن تترك حد من غير سبب فعلا رئيسي، ممكن تخسر، ممكن تختلف في العلاقات الزوجيه وتتطلق بسبب حاجه ما تستاهلش. فلازم قوه التحكم في الذات، ادي اول ماده لازم تعرفها. الماده الثانيه حاجات بسيطة جدا جدا تخليك ازاي تعرف تتعامل مع الغضب، تتعامل مع افكارك وتركيزك وانتباهك واحساسك وسلوكك، دي حاجات كلها بسيطة وكلها بتتدرب عليها. ودلوقتي هسألك سؤال، هل ممكن حد يكون بيدرب ذهنه ازاي يتعامل مع التحديات؟ انت مثلا انت بتدرب نفسك قبل ما تنام بالليل في التعامل مع التحديات؟ ممكن جدا. وهتلاقي معظم الناس، لا انا اعرفش يعني ايه، يعني اوتوجينيك، يعني ايه تدريب ذهني، ان انا احط نفسي في موقف مع شخص صعب، هو مش قبل ما انام، هو قبل ما اروح لموقف معين، او يعني قبل ما اروح لشغلي، قبل ما اروح لحوار زي الحوار ده، ببقى بحاول بقدر الامكان ان اركز فيه، او مركز اني هواجه ايه، او ازاي هتعامل مع الشخصيه دي، وتخيل نفسي مع الشخصيه بقى. لا كويس، فبتبقى عارف تنساب جوهري طاقه، وبعدين بتتوقع حاجات معينه وازاي تتعامل معاها، ولا ممكن تفقد اعصابك. فتبص تلاقي اهم حاجه قوه التحكم في الذات. الماده الثانيه الاهداف. احنا بنخرج للحياه في اهداف، لازم يكون عارف يعني ايه هدف. اهداف ولا رؤيه؟ الرؤيه طبعا. شوف بالك طالما اتكلمت على حكايه الرؤيه، في فرق بين الرؤيه والهدف ضخم. الرؤيه لما اقول لك الفيجن، الرؤيه هي نهايه المطاف. بفرض مثلا حد عايز يكون مدير عام، فدي رؤيته. طيب هو في سنه ايه دلوقتي؟ يقول لك في سنه ثانيه مثلا في جامعه. يبقى ايه هدفه الاولاني؟ انه ينجح بامتياز. وبعدين يعمل ايه هدفه الثاني؟ يوصل لمرحله يشتغل. ولما يشتغل يعمل ياخد فلوس ويدرس كمبيوتر، وبعدين يدرس لغات، وبعدين يتعلم قوه التحكم في الذات، وبعدين يتعلم فن الاتصال. فكل واحده من دول هدف، وكل هدف من دول بيخدم الهدف الذي يليه، وكل هدف من دول بيخدم الرؤيه، والرؤيه بتهدم الغايه، والغايه لازم تكون الله سبحانه وتعالى. ونعم بالله. شايف ازاي عملت؟ يعني الرؤيه هي مجموعه من الاهداف تحتها. هي بالظبط، يعني بتاخد الرؤيه وتجزئها. فلما حد يقول لك انا عندي هدف، طالما مش عارف يعني رؤيه، بيبقى بنديله تتابعات الاهداف عشان في الاخر تقول له لما تحقق كل دول عايز توصل لايه؟ فبنوصله، بالعكس بنوصله للرؤيه. فلما حد يقول لك انا عندي هدف مش عارف يعني رؤيه، فمش هنقعد له حياته. فتبص لها مثلا الطالب يقول لك ازاي؟ انا ما عنديش هدف، انا مش عارف انا اعمل هدف. قلت له خلاص امسك ورقه وقلم واكتب احلامك من غير ما تقيم، من غير ما تعدل، من غير ما يرجع يقول لك ما كل حاجه واسطه. بس هقول بس اكتب، سيبك دول، انت دلوقتي بتحلل من غير تحليل، امسك ورقه وقلم واكتب احلامك، نفسي في كذا ونفسي في كذا، هتكتب الجن بنسميها ويش ليست، ويعني خش ما فيش اكتر من كده جنان يعني. ألذ حاجه انا كنا في يعني في دوره من دوراتي في التنويم بالاحياء، وبعدين خليت الناس تغمض عينيها، وبعدين بقول له تخيل نفسك وفكر كده وانت في استرخاء ونازل 10 سلالم، واحد عيل اي قلت له ايه في؟ قال لي زحلقت. انت بتزحلق حتى في الحلم؟ انت خايف للدرجه دي؟ ما في الحقيقه بتعمل ايه؟ فعارف تبقى حاجات طريفه جدا. فبتعلم الشخص قوه التحكم في الذات، يعني ايه رؤيه، يعني ايه اهداف ويحددها، ويعني ايه مصادري، ويعني ايه قدراتي، يعني ايه اهدافي، ان لو حطيت في تحدي اتصرف ازاي؟ لان لما اخرج للحياه اعرف يعني ايه اقدم سي في صح، اعرف ازاي اعمل مقابله واكون واثق من نفسي تماما، لازم اتدرب عليها. لان هيجي الحياه، ان هقول لك حاجه بمنتهى الصراحه، الناس بتاخد المواد اللي خدوها في الثانويه العامه بيعملوا بيها ايه بعد ما يخلصوا الثانويه؟ ولا حاجه، تتنسي تاني يوم. تمام. طيب وفي الجامعه كمان طبعا هاخد ايه واشتغل بيه. لو انت مثلا فرض عملت دكتوراه في تسويق، وبعدين تروح لك عايزين تسويق استراتيجي، تقول له يعني ما خدناهاش دي. تسويق استراتيجي ايه ده ان شاء الله؟ فلغه الحياه مختلفه، عايزين نعلمها للناس جوه الجامعه، فتدوس جوه المدرسه من صغرهم، يعني هدف، يعني رؤيه، اتكلم في كده، قوه تحكم في ذات، وبعدين فن الاتصال. فن الاتصال مين شخصيتك؟ تقعد بتكتب، تكتب شويه حاجات كده وتحلل، بنخليك تكتب شويه حاجات، هل يا ترى انت معبر؟ ولا قيادي؟ ولا محلل؟ ولا ودود؟ تعرف نظامك التمثيلي، هل انت بصري ولا سمعي ولا حسي؟ تعرف اتجاهاتك، هل قيمك من هو اللي بتتقدم الى الشيء ولا بتبعد عن الشيء؟ بيبقى عارف نفسه. لما تبقى عارف نفسك بتبقى افضل مع نفسك، ولما تعرف الاخرين بتبقى افضل معهم. فثلاث اربع مواد كده، حاجات مش عايز تحطهم اجباريين بلاش، لكن هتلاقي الناس تجري عليها. لان الحاجات دي كانت في اماكن الدكاتره قبل كده، وتاخدها في تحليل شخصيه في عياده. النهارده ليه ما تدرسهاش؟ لان هو ده العلم اللي حاصل في العالم بره. انت عارف انا عشت بره اكتر من 30 سنه. ده اللي بيحصل، بيدرسوا الطلبه في المدارس بسيطه جدا، بطريقه بسيطه جدا. وتلاقي حبيبك في المدرسه، تلاقي نفسك ايه، هقول لك حاجه، انت ممكن تروح تعمل دكتوراه مثلا في سني، يقول لك مثلا ايه خبراتك في الحياه؟ اقول انا عملت كذا وكذا وكذا، ما عنديش اهداف بس عندي بفرض وعندي خبرات كبيره في الحياه.
ياخد خبراتك في الحياه تعتبر نص الدكتوراه اللي انت اللي تطلع منه، لان دي خبرات. هو الدكتوراه عباره عن ايه؟ وبعدين بتدي رساله من اللي انت اتعلمته، فدي ياخد يديلك فيه 50%، يقول لك هات لي كمان 20 كمان ونديها لك. وبعدين يختبرك في اللي انت تعرفه، اللي انت بتقوله. فدلوقتي تلاقي تطلع دكتوراه في حياتك ممكن تكون روعه وتبقى مثل لناس كتير. إذا كنت حضرتك طبقت ده على نفسك، ليه اخترت دراسة الفنادق؟ عارف احنا اخترنا بعض لأن أنا كنت أروح الفنادق زمان ويعني أتفرج الناس الرايحة جاية دي والسياح وبتاع، ياه لو اشتغلت في فنادق هلف العالم وأنا في الفندق نفس الفندق هيجي لغاية عندي العالم كله. وفعلا يعني وأنا صغير كان عندي 6 سنين كنت بلعب مع العيال فندق وأنا رئيس الفندق وهم عارف المديرين الصغننين وأنا المدير الكبير بتاعهم. وبعدين شوية شوية دخلت مع الفنادق. عارف يا شريف وقتنا كان مع الفنادق كان معهد العيب، يعني هتخش معهد العيب تخش يا لا مع الفنادق ايه ده؟ عارف ازاي؟ هتشتغل ايه؟ اشتغل ايه؟ تقول انا كابتن، يعني ايه كابتن؟ سمكه؟ تشتغل ايه؟ امشي يالا بتنام بتتجوز؟ كنا كده. فاول دفعه كانت تاخد سنتين وبعدين تطلع تدرس في المانيا، طبعا اول دفعه راحت ما رجعتش ولا عارف الحركه تطلع عادي. وبعدين دخلت معهد الفنادق وكنت نفسي ان انا اكون مدير عام اكبر فنادق العالم. عارف عندك الرؤيه؟ واحنا صغيرين جت المدرسه قالت لنا واحنا في ابتدائي لما تكبر يا ولاد هتكون ايه؟ قلت لها انا هكون مدير عام اكبر في نادي العالم. قالت لي خلي ايدك فوق عشان كلهم يشوفوك. لا بقى لا بقى اهو. عارف انا بسميهم دول حراميه الاحلام. لان حد بيحاول يسرق حلمك، عشان كده بقول للناس لما يكون عندك حلم وعارف بيجري في عروقك وساكن في قلبك ما تقولوش لحد، خليه لنفسك. طب يعرفوا منك ايه؟ الهدف. فاكر الهدف اللي هو الجزء الاولاني ده لعب، لكن الرؤيه ما حدش يعرفها عنك، خليها لنفسك. لان هتلاقي الناس النفس غيرها، واحد ناس تهدف عزيمتك وتعقدك على الفاضي، خليها لنفسك. وانا خليتها يعني قعدت اعمل بيها ضجه كبيره ودخلت معهد الفنادق. كان اهلي فاكرين ان انا دخلت معهد الثانيه ودخلت جامعه الثانيه، دخلت معهد الفنادق. هم كان بعد ما خلصت اشتغلت في كل حته في مصر. عارف صعبه جدا جدا، انا كنت وقتها بطل مصر تنس طاوله. وكان باير يعني كنت مشهور وبتاع وليه اسمي كبير وسافرت بطولات العالم. فلما اخش معهد الفنادق كانوا بيجوا اولاد كان يقول لك يعني اللهم اكفينا ان شاء الله غرور، يقول لك النهارده كلمت مع ابراهيم الفي وقعدت معاه النهارده شويه. لما شافوني بشتغل جرسون كانوا يقولي مخصوص عشان يهزقوني، كان لازم اكسر هذه النفس هنا الاول يا شريف. فلما حد يقول لي ولا تقول نعم يا فندم، هات لي كوبايه ميه، حاضر يا فندم. لان لو ما عرفتش تعمل ده هنا بره هتلاقي نفسك راكبك ديك رومي. عارف اللي راكبه ديك رومي يبقى ماشي بره، ما حدش انا بس كسرتها هنا. واشتغلت في مطاعم واشتغلت في كل مكان تتخيله، في الشيراتون في هيلتون في الاوبروي في المريديان، واشتغلت في السلطان بيبر واشتغلت في البلاي بوي واشتغلت ما خليتش حته من دول الا ما اشتغلت فيه عشان اتعلم عشان اتثقف. وكنت سعيد وانت بتشتغل جدا بنجز بعمل فلوس. بدل ما اقول ماما اديني فلوس يبقى شكلي وحش. انا بقول للشباب اشتغل. ليه ما تشتغلش؟ واحد يقول لك انا والله اصل الشغل مش عارف ايه. تفتكر ان الشباب بيقبلوا هذه المهن بره وبيرفضوها جوه؟ عارف ليه؟ لان بره بيبقى عاوز ينجح فما بيديش نفسه فرصه انه يفشل. فبيشتغل جامد، ومن ناحيه ثانيه ما حدش يعرفه فبيشتغل فيها على راحته. لكن هنا ده يعرفني وده ما يعرفنيش واشتغل جرسون ويقولي ويحرجوني لا وبتاع. انا كسرت دي هنا. وقتها كنت بكسب كويس جدا، لان وقتها بعد ما اتخرجت من الفنادق كنت بشتغل في فندق فلسطين الصبح وبالليل كنت بشتغل في كريزي هورس اللي هو في اتينيوس في اسكندريه على البحر. الشريف انا كنت بكسب 5 جنيه كل يوم. 5 جنيه عارف 5 جنيه دول مبلغ كبير وقتها. وقتها كمرتب دكتور في الشهر كان ياخد 10 جنيه. كان يدفع الايجار ويجوز ولاده وشاورهم تمام ويفضلوا 8 جنيه. عارف ازاي؟ انا كنت بعمل 5 جنيه في اليوم، يعني كنت بكسب كويس جدا. وبعدين عارف بتكسب كسيب عندك فلوس في جيبك. وبعدين جهزت كله. وبعدين عملنا بعد كده بدات اجهز نفسي عشان اسافر على بره. سفري بره مش سافر بره عشان خاطر بره افضل من جوه. كنت عايز تسافر بره ليه؟ ما كانش فيه اللي انا عاوزه بقى خلاص. يعني كنت درست كل حاجه وكان عندي 23 سنه كنت وصلت لدرجه تانية. عارف الدرجات؟ مرحله تانية. كنت يعني وصلت لمرحله كنت خلاص ممكن اكون مدير بعد كده. وصلت ده لهنا. لما جينا سافرنا بره كنت عاوز اخد بلد يكون فيها علم يكون مش موجود لسه عندنا، مع كل حبي واحترامي لهنا، لكن كان في يعني حاجات متقدمه اكتر بالنسبه للفندقه. يا اما معهد لوزان في سويسرا، يا اما معهد الامريكان هوتيل اموتيل اسوسيشن اللي هو في ايست لانسينج، يا اما موجود هناك. وبعدين اخترنا كندا بلد اهدى وبفرنساوي هتعلم اكتر لان كنت في مدرسه عربي. بس كانت مغامره. مغامره انك انت تسيب وظيفتك هنا والدرجه اللي انت ممكن تحصل عليها والحياه الاكثر استقرارا
ورايح على مكان تاني عالم ايه اللي هيحصل فيه. انت كلمت على حاجتين حلوين الحته دي. اول حاجه اكثر استقرارا وزي منطقه الامان. لما الانسان يخش منطقه الامان زياده عن اللزوم يكتئب. عارف لما تكون عندك امان زياده عن اللزوم رتابه ما بتعملش حاجه. هتلاقي نفسك بقى روتين. وطبعا عندك روتين سلبي بعد الروتين السلبي على طول مرحله الزهق. وبعد الزهق على طول السلوك السلبي. تلاقي الشخص بيدخن، يتفرج على تلفزيون غير سبب، يشتري حاجات مش محتاجها، يتعصب، يعمل اي حاجه خايبه لانه زهقان. فالمخ يفتش ويدور ساتلايت. احنا بنخرجه ازاي وهو زهقان؟ بنخرجه انه يدخن، يتفرج على التلفزيون، مش عارف يعمل ايه. فبدل ما تحط نفسك في المرحله دي، بتخلي نفسك تحط مناطق امن وامان في حاجات ما فيهاش امن والامان. فبتوصل لمرحله من الاتزان الداخلي. فلما جيت سافرت بره قلت طب انا عملتها هنا وكانت اصعب بكتير جدا، على الاقل انا معروف وجميع الزاوية وكرامتي ونجحت في وسطهم وكلهم بيحترمونا واحترموا الفنادق بسبب الدفعه بتاعتنا احنا. والنهارده اصبحت ايه؟ كليه سياحه فنادق. اللي يخش هناك يقول لك انا في كليه سياحه فنادق. زمان كنت تستخبى ما تقولش لحد، هتشتغلي هشتغل جرسونه، عندنا اربعه زيك في البيت. وسافرت بره، بدات في غسيل الصحون. اللي انا بقول للناس باستمرار، انا عمري ما قلت انا بشتغل في غسيل الصحون، مش مهم تبدا فين، المهم هتنهي فين. وكنت افضل واحد يغسل صحون في كندا. عارف ازاي؟ خليك متميز للتميز نفسه. وشويه شويه شويه التدرجات كانت عاليه، لكن كانت صعبه جدا، واترفدت كذا مره، وتفرقه عنصريه وتفرقه دينيه وبهدله شخصيه وعارف، وكل ده يعدي عليك. لكن لو عندك رؤيه ومركز عليها ما تخافش. وقتها كنت بتتصرف وبتتعامل بنفس الطريقه اللي حضرتك بتتكلم معايا بيها، بنفس السلاسه، بمعنى العلم اللي ربنا اكرمك وحصلت عليه وشهادات التقدير والعديد من الجوائز والدكتوراه في مجالات مختلفه. وقتها وانت طالب وانت شاب وانت مراهق وانت عايز تكون نفسك وانت بتسافر وراح تحقق حلم يا عالم، بتقول دلوقتي اترفدت كذا مره، وقتها كنت بتفكر كده زي دلوقتي ولا كنت بتزعل عادي زينا وبتتقهر وبتشتم وبتتعصب وبتتخانق؟ لا اشتم، لا انا لازم. ولا انت عارف في دكتور في كندا قال لك الانسان كل يوم بيكذب 62 كذبه. لو قلت لك لا يا 63 مش ممكن اطلاقا، احنا بشر لازم هتعدي عليك كل دول. بالعكس يا ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ازاي لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فعلى قدك هتاخد مهما كبرت، ربنا هديك على قدها، لان المرحله اللي جايه مرحله حياتك تكون اصعب. فربنا بيجهزك للي بعدها. فانا من صغري كنت كل دول، كل ما في الامر ما كنتش اسيب الرؤيه بتاعتي ابدا ابدا من صغري. لو كنت عاوز حاجه لما يكون مين لازم هاخدها، يعني هاخدها. تعرف توصل بطوله مصر النهارده في اكثر من 2000 لاعب وتدرب التربيه كلها وبقيت بطل مصر. تعطس عدسه حراقه تطلع من الصبح على رجلك تنططها فوق. خدت جائزه احسن عامل، رفض يدوها لي عشان عربي. لما تتوجع حولها لقوه، توجع الله سبحانه وتقول والله ما هتحصل تاني. لما حاجه توقعني اطلع تاني، توقعني اطلع تاني. وده الدين، واحسن وسيله للانتقام هي النجاح. مين غرس فيك القيمه دي؟ والدك الله يرحمه. انت عارف يعني لو قلت لك 100% يبقى برضو كذبه 64 كذبه دلوقتي. بقول لك سبحانك يا رب. تعرف يا شريف ربنا سبحانه وتعالى بيجهزنا للخطوات اللي جايه، فتلاقي بتتحط جواك الالهام، فربنا عامل يجهزك للي بعده. مين كان يفكر ان الولد ابراهيم الصغير ده اللي كانوا يضحكوا عليه ويقولوا ده مجنون وده عصبي وده مش عارف بيعمل ايه، يبقى هو اللي بيعمله في العالم النهارده. فتبص تلاقي ربنا عامل يجهزك من خطوه لخطوه من خطوه لخطوه، ولقيت نفسي متجه هناك، فتلاقي نفسك اتوسعت لك افاق. هل ممكن تبقى قاعد كده في مكانك وتلاقي كده الهام جالك بفكره؟ تيجي تلاقي كلام بيطلع روعه. تيجي لو تقعد انت تفكر فيه لوحدك عشان تكتبه لعقل وما تلاقوش، كلها هدايا كبيره من الله سبحانه وتعالى. فانا الالهام ده كان عندي باستمرار. فكنت باستمرار لما يكون عندي حاجه ما سيبهاش. وده اللي كان بيفرق بين حد يقول لك انا يا راجل ما فيش نجاح مش عارف ايه، ان انت بتسيب بسرعه. انا ما سيبش اطلاقا، لما يكون عندي حاجه ما سيبهاش اطلاقا. مثلا حد ممكن يشتري كتاب ما يقراهوش، انا مش ممكن اعمل كده. طالما فتحت كتاب لازم اكمله واتعلم منه، يا اما اخد صفحه واطلع منها معلومات واستفيد منها. في ناس كتير يبدا لغه ما يكملش، يسافر بره ويرجع تاني. ليه؟ طب انت اسال نفسك بقى السؤال، انت بتسافر ليه؟ انت بتشيل كتاب ليه؟ لما تعرف لماذا. عاده بسافر ليه؟ علشان مش قادر احقق اللي انا عايز احققه في بلدي. بص انت قلت ايه دلوقتي؟ بس حضرتك كنت حققت هنا، فتسافر ليه؟ هنا السؤال ده منقسم لشقين. الشق الاولاني عشان عاوز اعمل حاجه مش عارف احققها هنا. يبقى معنى كده دي اسمها قيمه البعد عن والتقدم الى. لو متزنه هتلاقي نفسك ماشي كويس، لانك سافرت باسلوب ان هنا مفيش، فسافرت باحساس سلبي. فهناك هتلاقي الاحساس معاك هناك لانه متخزن جوه مخازن الذاكره. لما تسافر من هنا تقول انا مسافر عشان اشرب بلدي،
وان شاء الله هعمل كل اللي اقدر عليه. ومهما كانت الظروف وحلاقي ظروف كتير صعبه، هتلاقي ناس تغير مني وبره، اعرف بلد جنسيات مختلفه، يعني مثلا بلد زي كندا مثلا مبدئيا كده بيكرهوا العرب مبدئيا، يمكن في الفتره كمان اللي حضرتك سافرت فيها، لكن مش شرط الكل، لكن في ناس في كيبيك مهذبين جدا جدا، هتلاقي ده وهتلاقي ده في كل حته في العالم، صعبك من زي بعضهم. ورحنا هناك وكانت صعبه، الرحله كانت صعبه جدا وكانت رهيبه، عارف ازاي؟ كلمه الرهبه دي كلمه خطيره، فشفت كله، ما عندكش فكره يعني تعديت بايه. انا مش بس كنت بغسل صحون، انا اتلفت فيها، يعني خدت جائزه احسن عامل رفض يدوهالي عشان عربي، واتقالت لي مباشره، ولما جيت استقلت قال لك لا خليك شويه عشان نشوف حد يحل محرك، مش حل احمال، انا مش عارف غسيل الصحون، ما هم للدرجه دي. فشغلوني في الادوار في الروم سيرفيس، وراح مزودين دولار على الفاتوره عشان طلعوني حرامي. كل ده كان موجود لاول مره في حياتي يا شريف اشتكي لحد، اشتكيت للنقابه، انا ما اشتكيش، ارجع لله عز وجل، وبعدين اهتم بصحتي، وبعدين بافكاري. اول ما تحصل ربنا عز وجل، وبعدين صحتي، وبعدين افكاري، اقعد اقرا وافتش وادور اكون افضل. وبعدين وقتها رحت للنقابه، لان اتهام، اتهام مباشر بالسرقه، طلعوا خبير في الخطوط، طلع مش خطي. هناك دي بلد هجرة، فلو تتهمهم بدي وتثبت ممكن تقفل لوكاندا بحالها، كلنا مهاجرين، اللي يديك الحق تكون افضل مني. فهناك التفرقة العنصرية خطيرة جدا، لو تثبت على حد تتحط في سجن فيها 5 سنين. فانا كان معايا الورقة اللي توديهم في داهية، وطلعت المدير عام كان فرنساوي، وهو هقول اسمه لان اعتقد يكون مات دلوقتي، كان اسمه جان فرانسوا ماريناس. قلت له مسيو ماريناس، ادي الورقة، انت عارف انا ممكن اعمل بيه ايه؟ واقضيك على الاقل 4-5 مليون دولار واتمتع بالشمس بقية حياتي، ما اعملش حاجة. لكن انا مش جاي هنا عشان كده، ادي الورقة، وانا ماشي ورافع راسي لفوق، ودي هي بقى القيم اللي بتتكلم عليها. ومشيت من الفندق، مشيت ومشيت اعرف شريف، ومن كتر ما انا متغاظ دموعي كانت بتنزل، عارف ساعات لما تبقى متضايق كرامتك، وصلت لمرحله طب ليه انا كنت كويس مشوني ليه، طب ليه بيعملوا معايا كده؟ لو في تفرقه عنصريه يكون احنا بقى نعملها، ده احنا 7000 سنه، انت جيت من امتى؟ المفروض احنا نعمل ضدك تفرقه عنصريه، غير كده انا اعرف 4 لغات وانا مش عارف، ومن تحت الصفر ومشيت في الشارع. وده اللي نفسي الناس تفهم الحته دي، لما تتوجع حولها لقوه، توجه الله سبحانه وتقول والله ما هتحصل تاني، هكون اقوى. عشان كده في مثل بالانجليزي يقول لك ازاي، what doesn't kill me makes me stronger، اللي ما موتنيش يخليني اقوى. وانا كنت من النوع ده الحمد لله، لما حاجه توقعني اطلع تاني، توقعني اطلع تاني، وده تجن. واحسن وسيله للانتقام هي النجاح، لما تنجح تجنه اكتر، تجنه اكتر، تعلم له لغات. فعملت كده، وكانت الرحله رهيبه جدا، كل ما اروح مكان يطردوني، انت جيت بره زي ما اكون مستنيين انا بالذات عشان يطردوني، ورا بعض ورا بعض ورا بعض، ايه ده انتوا كلكم ضدي ولا ايه؟ انتوا عارفيني كده ولا ايه؟ هو جه اطردوه. وبعدين وشويه شويه كنت بشتغل حارس في مكان من الساعه 12 بالليل لغايه الساعه 4 الصبح. انا بشتغل حارس بحجمي ده، كنت بدخل كل الحراميه، المدير اهو كله انا صاحبكم، عارف الساعه في الوقت ده تشوف عالم عجيبه، عارف الساعه 3 بالليل تشوف مين الباني تيل اللي هو دي البتاع، وعامل لك تاتو، وعيال ضخمه بتوع المصارعه دول، وبتوعنا قد كده، وخش عندك ترابيز، اه يا فندم خش خد اللي انت عاوزه. انا حبيبك، مش انا حبيبك. وبعدين اشتغلت في لوكاندا مرقدات جنب المطار بشيل ترابيزات وكراسي اسمها اكيبيه في الحفلات، عشان بتوع الحفلات يجوا يشتغلوا، وانا المفروض ان انا خريج فنادق وهم لا، وبكلم 4 لغات وهم لا، وكل القوه دي وهم لا، ومع ذلك برضه تحط قلبك في اللي انت بتعمله، خليك، كانوا كلهم يحبوني جدا. بين الاثنين كنت بروح جامعه كونكورديا بدرس هوسبيتاليتي مانجمنت، فضلت على كده 3 سنين. لما جم فلوريدين مشوني اشتغلت في سكه الحديد، وشلت ديف سيفت على كتافي عشان اكمل فلوسي، مراتي حامل جابت لي بنتين توأم، بقى عندي 3 بوكلهم، مفيش فلوس، مفيش هزار هناك، بنعمل عيله بسرعه 2 على طول على طول، مفيش هزار، 2 في 1، عملنا واحده دونه ثانيه ببلاش. المهم بس ليه اخترت تتجوز بدري؟ والله بص يا شريف، دي تتقفل بقى خلاص، دي تتقفل خلاص ان شاء الله. يعني انا عارف اعملها، كان عندها 13 سنه يعني انا بقول انا ربيتها اكتر من ابوها، يعني عارف 40 سنه يعني الفرق في اللحمه ده انا اللي مديهولها. ما حسيتش بالمسؤوليه وبالحمل وفتره انت مش محتاج انك انت تشيل فيها مسؤوليه او تتحمل التزامات ثانيه؟ والله دي برضك توجيه من الله سبحانه وتعالى، مش ونعم بالله قلقت نفسي هناك، فعملت دي وسافرنا سوا. وبعدين هناك زي ما قلت لك الرحله كانت رهيبه، وشويه شويه لما جيت اترفدت مره، وبعدين رحت اشتغلت في مكان كان يوم خميس وكان مطعم فرنسي اسمه لوشان بختان، الراجل قال لي اشتغل يوم الاثنين، رحت لابس البابيون والبرلا وبتاع، وبعدين الراجل بص لي كده قال لي انت عامله في نفسك ده؟ قلت له جاي اشتغل، قال لي تهبل انت عمرك ما هتنفع في المهنه دي. قلت له متشكر، رحت خارج قلت والله يوم لما ابقى مدير هعزمه على الغداء، ده هيبقى انتقام ان شاء الله. والشغل كان ليل ونهار،
وقعدت على كده فتره طويله جدا، وبالظبط في 6 سنين وشويه كنت اول مدير عام مصري عربي مسلم ياخد المركز ده، وخليت السكرتيره بتاعتي تعزمه على غدا. انا كنت حاطه في دماغي الوقت ده كله. شوف الفرق، بتتغاظ منه. أيوة او أيوة. تتغاظ من الغيظ وتحوله لنجاح، طاقه ايجابيه. بالظبط، تحوله لقوه. لو واحد بينزل يلعب بوكس وتعصب هينسى الفن فهيخسر، لانه بيخش بطاقه جسمانيه، لكن لما بيخش بالطاقه الفكريه والذهنيه بيبقى بيفكر يتصرف ازاي. فاول ما تتعصب ما بتفكرش، بتخلي العقل عاطفي يشتغل. انا اخد هذه القوه واحولها لقوه، ادرس اكتر، اتعلم اكتر، اعمل دبلومه جديده، اتعلم لغه تانية، اعرف الناس في كيبيك بيتكلموا ازاي، لغتهم ما تتفهمش، لانه انجليزي على فرنساوي، على يا مثلا لو فرنساوي بويز انجليزي، او وي ملهاش معنى، اون فا فرنساوي، الشاليه ملهاش معنى. فعارف، فتعلمت بكلم زيهم بالظبط، او ايه لو بويز اون فاي ليش شاليه، فهمش حاجه. فانا كنت بدرس لهم بعد كده في لغاتهم. عارف، وصلنا لمرحله بعد كده شويه شويه شويه، كنت اول مدير وعزمت الراجل على الغدا. وطبعا لما جاء لك هشتغل في لوكاندا كبيره وشغل بقى ومدير العام، واول ما جاب الاكل بتاعه هياكل، رحت مفكره عشان ما ياكلش. عمل ايه؟ راح ماشي، رحت انا واكل اكله. هو ده يلا في داهيه، يلا النجاح حاجه طوالين، وتقعد هنا شويه، اقعد هنا شويه، وترجع تقول اي ديد ات، اي ديد ات. وده اللي انا بقول للناس باستمرار، ما تخليش حد في الدنيا يسرق احلامك، ما تخليش حد في الدنيا يوقفك من اهدافك. ربنا خلقك في احسن تقويم، وسخر لك سماء والارض وما بينهما، وخلقك بايده الكريمه كموك يقول لك كن فيكون، ونفخ فيك من روحه، وخلاك خليفه له في الارض، ومعجزات ليس لها حدود. وبعدين واحد ممكن يوقفك. فرأيك فيا لا يدل عليا ولن يدل عليا، رأيك فيا يدل عليك انت بس، فإدراكك بتاعك مش بتاعنا. على رأي الحكام الصيني، قالوا له الحكمة في كلمتين، قال لهم طز، فعارف ازاي؟ في حكمة اليوم طز. فلما حد يقول لو حد متزن هيديني الروعة اتزانه. من غسيل الصحون لغسيل العقول، لماذا هذه النقلة؟ جميل قوي، برافو، حلوه قوي الحته دي. غسيل، المهم الغسيل، المهم الغسيل كده، بالخميس غسيل الهدوم كمان. عارف، هي الحقيقه مش غسيل، ولكن اعاده برمجه. ممكن الانسان يكون وصل لمرحله من حياته يكون متزن جدا، ولكن يتلخبط. اي حاجه تقولها لنفسك المخ بيسجلها، ولو ربطتها باحساس وكررتها المخ بيخزنها، ولما تيجي تكررها تتحول لاعتقاد. فلما تيجي تكررها بتكرر الاعتقاد، تبقى برمجة. فكل واحد فينا محتاج يعيد برمجة حياته، لأن ممكن تكون بتصرف بتصرفات ما بتدكش النتائج اللي انت عاوزها، يبقى لازم تغير التصرفات. ولعت نفسك كل مرة في نفس النتائج. فده اللي أنا بعمله مع الناس، إنك توصل لمرحلة توسع له أفاقه لدرجة إن يوصل لمرحلة تكون أعلى في الفكر، فيوصل للمرحلة دي إن يقدر يحقق هدفه. وإيش أحلامه؟ ما عايز منك حاجة، لا بنتكلم في تحديد معين ولا في اتجاه معين. أنا كل ما في الأمر أقول لك مش أنت عايش، عايش أنت ما عايش كويس، وتعال فكر انت بتعيش كويس باسلوبك مش باسلوبي، فانا بوسع لك افاقك. بس لما يصطدم بالواقع، لما يبقى على ارض الواقع ويصطدم بالمشاكل والعقبات اللي ممكن تواجهه. انت عارف، انا اول مره حد قال لي الواقع، وبعدين قلت له هاني واقع اللي كان برضك في برنامج، قال لي هو مفيش واقع، قلت له لا، انا هغير اقوالي، مفيش واقع. طب في ايه؟ في ادراك للواقع. هل ممكن انت تكون ما بتحبش انسان ومضايق منه جدا، وبعدين بدات تتكلم معاه في يوم من الايام لقيته لطيف جدا؟ فالواقع غير. فالواقع والحقيقة هو عبارة عن إدراك للإنسان. لأن لو كل واقع واحد يبقى كلنا متفقين عليه في العالم كله من يوم ربنا سبحانه وتعالى خلق سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام لهذه اللحظة. فإحنا بصراحة متغيرين في الواقع. ممكن حد يقول لك الواقع الدنيا صعبة، حد يقول لك في الواقع أنا مش كويس جدا، واحد يقول لك في الواقع أنا بكسب فلوس على الناس دول، واحد يقول لك في الواقع الناس دي هبلة، واحد في الواقع ما عادين في حياتي. فكل واحد عنده إدراكه للواقع. فإدراكك في الحياة لا يدل على الحياة، يدل فقط على إدراك الشخص. فلما تغير إدراكك في الحياة، الحياة بتتغير. فلما اجي اقول لك الواقع هنا بالنسبه لمين؟ بالنسبه لشخص معين، وبالنسبه لاني وقت، بالنسبه لوقت ده معين، بس ممكن يغيره لو جات له فرص تانية. طب الفرص هتجيله منين؟ هو يروح يجيبها. شخص بقى ممكن يكون معقد حياته، ما بيخرجش، بيشتكي طول النهار، فاصبح كويس في الشكوى، اصبح متميز في الشكوى. بالظبط. فلما تيجي تقول له الشغل كويس ومبسوط، يا راجل ما فيش شغل، حاول تنزل تدور بنفسك. انا عشان ادور على شغل في يوم من الايام يا شريف، وده اللي انا بقوله. حتى كان في واحد من ابو صبر، من كنت في التلفزيون هناك، وبعدين بيقول لي يا دكتور فنشوني، عارف انك كلمه فنش وبلش. قلت له طب ما تدور لغايه ما بلشوك. قال لي فنشوني تاني. قلت له دور هيبلشوك. قال لي فنشوني تاني. قلت له شو بقى؟
لو يستوردوا تفنيش من بره عشان يفنشوا سعادتك ما تسيبهمش لغايه ما يشغلوه، وبعدين اشتغل. وكلمني بعدها بست اشهر في كندا يقول لي ايه ده دول شغلوني. لا يا شيخ، خليني قلت لك حاجه عجيبه، انت اصلا اصريت لما كنت انا عاوز اعمل حاجه. ما فيش مطعم دورت عليه، ما فيش مكان كذا مره. لو شاب عاوز او شاب عايز تشتغل يبص على كل مكان، على كل جورنال، يسال كل حد، يخبط على كل باب. تفتكر ربنا سبحانه وتعالى هضيع اجرك؟ ان الله لا يضيع من احسن عمله، وربنا وزع الرزق وربنا يحوش. قال لك وقل اعمله فسيرى. احنا واحنا صغيرين ماما بص لي بابا بص لي. وقل اعمله فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. امتى اقدر افرق بين اللي قمت بيه ده غلط والسكه اللي انا مشيت فيها ديت غلط وعليا ان انا اقف وارجع اكمل تاني بدل من الاستمرار في المحاوله؟ السؤال ده شريف عباره عن ايه؟ هل يا ترى اكون ملتزم بحاجه ما بتدينيش نتائج اللي انا عايزها؟ هنا بقى بتكون ملتزم ممرن. الفرق بين الاثنين ايه؟ ببقى ملتزم بهدفي اللي بيوصلني لرؤيتي، لكن بكون مرن في اسلوبي. ففرض دلوقتي انت مروح البيت، انت مش مروح البيت النهارده ولا ايه؟ اكيد طبعا اكيد ان شاء الله يعني. بفرض ان انت لقيت في السكه مثلا الشارع انت ماشي فيه لقيت فيه كونستراكشن وانشاءات ومكسرين الدنيا، هتقعد في العربيه وتعيط ولا تشوف لك حد ولا تشوف طريق تاني؟ هشوف طريق تاني. يبقى ايه ده؟ يبقى الهدف انت مروح. والطريق التاني هو الاسلوب اللي انت بتكون مرن فيه. فباستمرار خليك مرن في اسلوبك، المرونه قوه. والشخص المرن يحصل له حاجتين، اولا يتحكم في اعصابه، وثانيا يحقق اهدافه اسرع من حد تاني مش مرن. وجرب يقع في حفره، ايه ده واشمعنى انا وحط الحفره دي ليه؟ الحفره دي ما كانتش هنا امبارح، اصل هم ولقينا اشتغلنا على الفاضي، ما تشوف مكان تاني. فياما هتقابلك حفر، ياما هتقابلك تحديات من الناس. اربع حاجات اساسيه بتاثر في هدف اهدافك: الاماكن، المكان ده ما بحبوش، الاحداث، الحدث ده مضايقني، الاشخاص. عارف بص لي المكان والزمان والاوقات. ممكن حاجه من دول تحصل؟ اكيد، ده مش احتمال، ده اكيد. يبقى انت لازم تكون متدرب طول ما انت ماشي في الدنيا. احنا بنقول لربنا سبحانه وتعالى يا رب اهدنا الصراط المستقيم. مين اللي يهدينا؟ الهادي. ايه هو الصراط؟ هو الطريق المؤدي. وان العلماء اختلفوا فيها بطريق مؤدي الى الجنه. في علماء لك طريق مؤدي الى الله، والله سبحانه وتعالى مؤدي الى الجنه. طب ايه هو المستقيم؟ اقصر مسافه بين نقطتين هي الخط المستقيم. مين بقى الخط المستقيم ده؟ مين الصراط المستقيم ده؟ هو الصراط الذين انعمت عليهم، هي الرسل والانبياء والصحابه. انت بتطلب من ربنا يمشيك في الطريق ده، الشيطان هيسيبك. الشيطان عنده ثلاث شغلانات: اول حاجه يوقعك في المعصيه، ما عرفش، يوقعك في عدم الطاعه، يبعدك عن الطاعه، ما عرفش، يلخبطك في الطاعه، انا اتوضيت ولا لا، ايدي مش عارف ايه اللي دي ولا، فيلخبطك. فعنده الشغلات دي، يا لازم تتفهم الكلام ده، لازم تعرف طول ما انت ماشي في السكه هيطلع لك ناس، شياطين الجن والانس، هتلاقي مشاكل ماديه، هتلاقي مشاكل شخصيه، الدنيا هتشتي عليك، هتزحلق في الشارع، حد شدك مش عارف ايه، حد نصب عليك، ده كله متواجد ومتوارد. الله، طب لو حصل لي اعمل ايه؟ ما حدش في الدنيا ممكن ياخد حلمي غير انا. انا ممكن اكون اكبر حرام الاحلام، ما حدش هيقدر عليها، انا ماشي بدغري. عارف ازاي؟ وده اللي بقول للناس، بس طالما عندك حاجه وليها فعلا قيمه بالنسبه لك، مين ممكن ياخد منها؟ قال لك القيمه ضعيفه بالنسبه لك. اكتشف قاموسك تعريفه ايه؟ عارف في قانون اسمه قانون النجاح. قانون النجاح بيقول لك النجاح قد يؤدي الى نجاح اخر، صح ولا لا؟ مظبوط. والنجاح قد يؤدي الى الفشل، هذا ممكن يتغير، مظبوط ولا لا؟ مظبوط. يتغير او يتغر او الاحداث تتغير، ولكن الفشل ضروري للنجاح المتزن. فلولا وجود الفشل ليه مكان للنجاح قيمه؟ لولا وجود الفشل ليه مكان للنجاح قيمه؟ ربنا سبحانه وتعالى قال لك ان مع العسر يسر. فلولا وجود العسر ليه مكان لليسر معنا، ولولا وجود عكس المعنى ليه مكان للمعنى معنا، فلولا وجود الفشل ليه مكان للنجاح معنا. فبالنسبه للفشل لازم عشان اكون افضل في حياتي، وتمشي في الدنيا تبص وراك تقول تعرف ياه انا تعبت وانا استحقها. فلو كنت شويه كذا مره يبقى الواحد لما ينجح مش هيلاقي طعم للنجاح. وياما تكون سمعت عن ناس نجحوا وصل لمراحل كبيره جدا في حياته، ما تسمع انه تعيس او مكتئب او انتحر. الله، طب ليه؟ لانه ما دقش طعم التوازن في الحياه. احنا بنعرف نفرح كشعب؟ ده احنا اكتر ناس في العالم بنفرح من غير سبب. ده احنا الفنا النكت يا راجل. انت عارف الحكايه دي؟ ان انا كنت مره كنا قاعدين في حته الفيشاوي وكان وبعدين بصيت لقيت قاعدين في قهوه كلهم بيعتصوا. قلت لهم يا جماعه عندي 12 بلد في العالم، حرام عليكم حاجه. لا دي قهوه العطاسين. قلت له يا شيخ بيعملوا ايه يعني؟ قال لي بيجوا هنا يعتصوا. قلت له يعني يعملوا ايه؟ قال لي بيروحوا عند العطار يشتروا حاجه عشان يعتصوا. قلت له طب انا عايز اعتصم كمان.
رحت رايح هناك قلت له اعمل ايه؟ قال لي تشتري توليفه وتحطها هنا في مناخير وتسد الثانيه وتشن كده وتنزل، عارف انت النشوف بتاع زمان؟ قلت له طب انا عايز صحه حلوه. قال لي كويسه كده 20 جنيه. قلت له كويسه قوي. قال لي 50 جنيه. قلت له كويسه قوي قوي. قال لي 100 جنيه. قلت له ما حصلتش. قال لي 200 جنيه تعطى صحه حراقه تطلع من الصبح على رجلك تنططها فوق. قلت له ادي 200 جنيه. ورحت القهوه ورحت حطيتها في مناخير زي ما قال لي وصلت لها وعطست حته عطسه. عارف لما تبقى قنبله طاخ، الناس اللي قاعدين كلهم بيحاولوا يعتصموا الصبح قعدوا يبصوا لي بحقد. قال شوف يا اخي حتى العطسه بيحقدوا عليك فيها. حتى العطسه كمان اغنيه وخدوا. بصيت لقيت قهوه ثانيه بيبيع النكت. رحت قلت له بيبيع ايه؟ قال لي نكت. ابي ايه؟ قلت له يعني ايه؟ قال لي نكته عاديه يعني ممكن تكون سمعتها ب 20 جنيه. قلت له حد برضه 20 نكته سمعها؟ قال لي نكته حلوه 50 جنيه. قلت له طب ونكته يعني رائعه؟ قال لي 100 جنيه. قلت له ب 200 جنيه؟ قال لي هعمل لها دماغ. قلت له طب ادي 200 جنيه وروح اعمل رصيد. لا وبعدين هنتكلم على التخيل. راجل محمد عليه كده ويروح عامل ازاي؟ لا دي مش ب 200، لا دي مش ب 200. وبعدين في الاخر قال لي حته نكته. هنا بيبيع مليح الضحكه، اكتر ناس تضحك في العالم واكتر ناس تالف نكت احنا، ده احنا بنبيع النكت يا راجل. انا لما رحت السودان احنا نالف نكت بس هم يضحكوا عليها قبل ما تتقال، دمهم خفيف جدا بطريقه غير طبيعيه. المهم نفرح، احنا بنفرح وانا لولا الفرحه بتاعتنا والنكته بتاعتنا بكل اللي احنا شفناه في حياتنا تتجن. فدي بتعمل توازن في الحياه. امال ليه دايما؟ ويمكن انا سالت السؤال ده قبل كده للدكتور اسامه الباز ما اعترفش بيه، سالته للدكتور يحيى الرخاوي ما اعترفش بيه، يمكن حضرتك تعترف بيه. ليه الناس ماشيه حزينه في الشارع؟ ده برضك اول ما تقول ليه يبقى انت علامه استفهام. الناس يبقى تعميم في المكان والزمان والماده والطاقه. وفي الشارع في انهي شارع؟ يبقى في كل الشوارع. يبقى طبعا الكلام ده طبعا ده تعميم، وطالما تعميم يبقى خاطئ. ما نقدرش نقول حاجه على المطلق. لا ما تقدرش تقول. في بعض الاوقات الانسان ممكن يعدي ببعض الحزن في حياته اكيد. وبعض الاحيان يتعلم من الحزن في حياته اكيد. لكن كل الناس وفي الشارع يبقى لا. يبقى على طول يبقى طالما تعميم يبقى حكم، وطالما حكم يبقى الاجابه لا على طول بالنفي. كلكم اتفقتوا على عدم الاعتراف بالحزن كصفه عامه غالبه على الشعب المصري. النجاح مقترن بالتدين؟ قال لك ان اول حاجه الاتزان الروحاني اللي فيه ارتباط بالله سبحانه وتعالى. لما تكونش مرتبط بالله عز وجل تفتكر انك زي ما تكون نقطه خرجت من المحيط، نقطه ميه، وتقول لك انا لوحدي. اي شويه شمس صغيرين خالص ينشفوها، اي حد يعدي يدوس عليها يضيعها. فانت ما انتش واحد لوحدك، انت واحد من الكل. فتبص تلاقي روعتك في حبك للمولى عز وجل، روعتك في الارتباط بالله. والارتباط بالله ليها سلسله جميله قوي. طالما مرتبط يبقى لازم اول حاجه في الارتباط بالله عز وجل الايمان. وطالما في ايمان يبقى في استسلام. بتسلم امرك الى المسلم امره اليه، اللي هو لازم انت عارف لما توكل محامي لازم يكون يعرف اكتر منك، لازم يكون اقوى منك في علمه، والا ممكن تختلف معاه. فانت الله سبحانه وتعالى عارف انه اقوى بكتير، مش هو اللي خلقك. فلازم بتسلم امرك المسلم امره اليه، وبعد كده طالما حصل ايمان يحصل استسلام، تحصل الطاعه. لما تحصل الطاعه عبدي اطيعني اجعلك عبدا ربانيا، تقول ايش يكون فيكون، وتطلع من هنا الاخلاص للطاعه. وبعدين يطلع الوفاء للاخلاص، وبعدين تطلع لك التوكل. يبقى لازم يكون عندك رؤيه عشان تتوكل. فربنا عز وجل قال لك فاذا عزمت فتوكل على الله، ان الله يحب المتوكلين. فاذا الفه والاذا الاثنين شرط، لان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. وعزمت جايه من عزيمه، وطالما في عزيمه يبقى في فكر، يبقى هتستخدم الحواس الخمسه، يبقى دي فيها كل الاسباب. وبعدين الفه رابطه الاسباب اللي بعده، فتوكل على الله. يعني معنى كده خد بكل الاسباب وتوكل على مسبب الاسباب. لو خدت فقط بالاسباب هتفتن بالاسباب وتهلك بالاسباب، وده اللي بيخلي الناس تبقى مش سعيده في حياتها. فالارتباط بالله عز وجل هو اهم حاجه، وبعدين التوكل يطلع مع التفاؤل. المؤمن فعلا متفائل. وهنا تحصل ثلاثة اخوات كده مع بعض اللي احنا بنسميها العرفان، يبقى الحمد والشكر والذكر. طالما عملت شويه دول في منتهى جمال. انا بقولها لك دلوقتي باسلوبنا وفلسفتنا احنا. بالنسبه لهم قال لك طب وحاجه بعد كده ايه؟ قال لك صحته، بيهتم جدا بصحته. قال لك معنى كده عشان يكون متزن بصحته اكيد. النهارده تبص تلاقي اي انسان ناجح في الدنيا وفعلا متزن، هتبص تلاقي ان ممكن يكون بيلعب رياضه. هتلاقي بره مثلا ممكن بيلعب صح ولا لا؟ اللي بيلعب جولف، اللي بيمشي كل يوم، اللي بيلعب حاجه، اللي بيلعب تنس، اللي لازم. لان انت ممكن تعدي عليك حاجه مهمه كل ساعه. لو انت بتعلى في المراكز اكتر واكتر كل ساعه اربع حاجات مهمه، فالتوتر بيزيد. والنهارده التغيير مستمر، الناس ما بتلحقش تتاقلم مع تغيير، يحصل التغيير اللي بعده. فتلاقي الشخص على طول متوتر، على طول يبص حواليه، والسرعه والابتكارات بتخلي الشخص يتوتر. واحد من اثنين بيموت بالسكته القلبيه، واحد من ثلاثه بيموت بالسرطان، واحد من اربعه عنده قرحه عصبيه، واحد من خمسه، واحد من اربعه عنده تخلف عصبي. فتبص تلاقي اللخبطه دي كلها ليه؟ بعده عن الخط الروحاني. فالانسان لما يكون متزن روحانيا، طالما متزن روحانيا بياخد باله من صحته، لان الصحه باب من الابواب اللي تخش بيها كمان لله سبحانه وتعالى. يا رب اديتني صحه وحافظت عليها يا رب.
كنت بربابة، عارف الربابة ايه؟ سنتين. قريت كم كتاب؟ 11000. وعملت كم دبلوم؟ كم؟ 11000. لا معرفتش افهمكم، هنيمكم واسيبكم نايمين وارجع كندا. محاضر عالمي في التنميه البشريه، ليه اتعرض للقتل؟ لو موت شهيد من خط الجنه هتاخد كام الحرب ان شاء الله؟ 72. انا لازمني الحقيقه.